السلام عليكم شباب، وياكم مرتضى الجليحاوي. تقدر تقول ملك الفخامة والأناقة والجمال هو A93S. أوبو عندها جهاز جديد هو A93S، هذا تقدر تقول تحديث للA93. هذا الجهاز إجانا مواصفات تقدر تقول حلوة، لكن السعر تتفاجأ وما تتفاجأ من أوبو. خلينا نشوف مواصفاته. هذا الجهاز راح يجينا بشاشة مقاس 6.5 فول HD بلس من نوع IPS LCD وياي، مع انه يدعم ال 90 هرتز معدل تحديث الشاشه، لكن مو اموليد، البصمه راح تكون جانبيه. هذا الجهاز بالنتيجه اكو الى الظهر المتموج، الالوان اللي راح تطلع لك المتموجه بظهر الجهاز. كل احنا نعرف ان اوبو تقدم لك فتشي شيك بالجهاز، يعني جمال وفخامه واناقه، تطلع لك جهاز مرتب وحلو، مع ما انه الهاردوير المفروض يرتقي الى السعر اللي يطرح به الجهاز، لكن هذا الجهاز يقدم لك اناقه بشكل ممتاز. هذا الجهاز اجانا بمعالج من دايمنسيتي 700، الرام هنا عندك راح يكون 8 جيجا مع 256، واكو نسخ يقول 128 مع 6. هذا الجهاز يجينا بكاميرا اماميه هي 8 ميجا بكسل، اما الكاميرات الخلفيه العدسه الاساسيه 48 ميجا بكسل. اوبو تطلع لك صور وفيديو حلوات بالجهاز، لكن هذا الجهاز يجينا ببطاريه هي 5000 ملي امبير، ويدعم الشحن السريع 18 واط. ليش يا اوبو تنزلين 5000 18 واط؟ نعرف احنا اوبو دائما عندها شحن سريع، وريلمي اللي هي من رحمها اللي تنطينا 65 واط وعندنا 50 واط، فاوبو تعتني لك بالمظهر بشكل كامل، لكن الهاردوير ما تعتني به بقد ما تعتني بالسوفت وير. هذا الجهاز راح ينطرح بسعر 300 ويمكن 3 دولار او 310 دولار. هذا السعر ويا الدايمنسيتي 700 اللي موجود على شاومي بسعر 180 دولار و150 دولار و200 دولار. اوبو ليش تنزل اجهزه بهيج اسعار غاليه وباهظه، مع ما هو جهاز اما متوسط او اقل من متوسط؟ اوبو تعتني لك بالجهاز بالمظهر بشكل كامل، جمال وفخامه واناقه وترتيب بالجهاز، الالوان الحلوه، المظهر مال الكاميرات الخارجه من الاطار الجهاز راح يعطيك بشكل حلو، لكن هذا كله ما تدفع المستخدم انه يدفع فلوس زياده على مود يشتري اجهزه اقل مواصفات. انت اكتب لي بالتعليقات عجبك يعني تشتري جهاز فخم، طبعا جماعه الايفون نفس القضيه، يشتري جهاز فخم بس ما بمواصفات، المهم ايفون. بالنتيجه هذا مو قصد، بالنتيجه اوبو اكثر اجهزتها هيك فخامه، يعني المتوسطه انا احكي لك مو الفلاكشيب، لا الفخامه موجوده والجمال موجود، لكن الهاردوير ما يرتقي للسعر اللي ينطرح به الجهاز. 300 دولار ما يقارب ال 450 مدري 460 الف عراقي. يسوى هذا الجهاز واحد يشتري بهذا السعر؟ اكتب لي بالتعليقات. نادي فيديو، اتمنى عجبكم الفيديو، اتمنى وصلنا للعراق، لان عندنا وكاله رسميه اقل من هذا السعر، ممكن 200-250 دولار يكون احلى وارتب ويا او يتناسب ويا هذا الجهاز. نهايه الفيديو، لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه. وياكم مرتضى الجليحاوي، وفي امان الله.